في الأيام القليلة الماضية، أعلن الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي أن محكمة استئناف سعودية قامت بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد للمرة الثانية، وأضافت 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح بذلك 40 سنة كاملة. وكان قد اعتقل الشيخ خالد الراشد في عام 2005 بسبب خطبته الشهيرة بعنوان يا أمة محمد، التي انتصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج فيها على الرسوم المسيئة لنبينا الكريم، وطلب بذلك إلغاء سفارة الدنمارك في المملكة العربية السعودية، إلا أن الحكومة السعودية حاكمته بالسجن لمدة 15 سنة، وذلك في سبتمبر من عام 2005، وكانت قد انتهت مدة حكمه في سنة 2021، إلا أن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد. ولكن ورغم انتهاء فترة محكوميته التي من المنطقي أن تكون قبل عام، أي سنة 2021، إلا أن السلطات السعودية أبقت عليه في السجن تحت طائلة الاعتقال التعسفي. وبعد أن قضى الراشد عام 2021 تحت الاعتقال التعسفي في سجن الحائر في الرياض دون أي حكم إدانة ضده، وفي المدة التي قضاها الشيخ خالد الراشد في المعتقلات السعودية مر بمحطات صعبة تعرض فيها لتعذيب وتضييق كبير، وذلك حتى في أبسط حقوقه الإنسانية والدينية، وتم منعه من الصلاة وكذلك تعذيبه في عدة مناسبات. وهذا ما صرح به ابنه الذي وصف فيه معاناة الشيخ خالد الراشد في المعتقلات السعودية. عبد الله، بداية وقبل أن نخوض في تفاصيل فعلا المعلومات التي تحدثت بها عن تعذيب والدك، كيف تأتى لك أن تتأكد من تعرض والدك للتعذيب؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن والدي دخل من أجل الله سبحانه وتعالى ولم يدخل لقضايا مخدرات أو غيرها. طبعا ردا على سؤالك في خصوص التعذيب، كيف عرفت؟ أول شيء طلع كثير من الأخوة من السجن، ولا يعني وكثير من الأخوة أخذ يتكلم في أمور التعذيب التي حصلت له، فأخذت أبحث هل والدي حصل له شيء من هذا القبيل. أخذت أبحث وأسأل بعض أصحابها في السجن الذين كانوا معه، فحصلت على الكثير من الحقائق، بعد ذلك غرت بها. طيب هذه الحقائق لو يعني ما هي أبرز هذه الحقائق عبد الله؟ أبرز الحقائق الذي أكدها لي والدي بنفسه مثل منعه من الصلاة كما قلت في تويتر، مثل في تسهير من ضرب من جلد من تعليق بالكلبس على الباب، ضرب وجلد، أمور كثيرة حصلت طبعا، وغير ناهيك عن المحاكمة كيف حصلت بطريقة. طيب قبل المحاكمة هذا التعذيب، يعني هل يعني قال لوالدك لك ماذا كانت تريد السلطات السعودية منه؟ لماذا تعذبه؟ طبعا بعد ما حصل في بعد ما حصل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى الإمارة للمطالبة بطرد السفير الدنماركي، بعدها تم وضع التهم على والدي بعد سجنه. تقريبا السلطات السعودية أخذت موقف من هذا العمل حين ذهب إلى الإمارة مع كثير من الشباب بعد صلاة الجمعة، أخذت موقف السفارة الدولة بشكل عام. فتم وضع التهم على والدي، طبعا التهم الموجهة لوالدي غسيل الأموال طبعا أخذت من التبرعات، يعني نسبت إلى التبرعات التي ذهبت للنيجر، طبعا السلطات السعودية كانت موافقة عليها وتوجد أوراق رسمية عليها من الدولة، ثم وضعت عليه أنه قام بغسل الأموال وأيضا دعم العراقيين على أيام صدام حسين الحرب على أيام الحرب الأمريكية على العراق،
جمع والدي التبرعات وارسلها ثقيل دعم الإرهابيين. طيب عبد الله، الآن والدك ما الذي ينتظره فيه؟ هل ينتظر محاكمة؟ لا، حكم. طبعا المحاكمة حكم 15 سنة، أخذ إلى المحاكمة من غير لا يدري، يعني الوالد ما كان يدري أن اليوم في محاكمة، أخذ من الزنزانة إلى المحاكمة مباشرة وحكم. وفي فترة الاستئناف منع عن الاستئناف بتاتا. طبعا حاكم القاضي صالح عجيري حاكم والدي، محاكمة أقل ما يقال عنها غير عادلة، تخلو من الشرع بل تخلو من القانون أيضا الذي هم وضعوه. لماذا؟ كيف؟ ما الذي يجعلك تقول هذا الكلام؟ كيف تخلو من القانون؟ أولا حكم بعد 3 سنوات من السجن، والقانون يقول إذا لم يحاكم بعد 6 أشهر يخرج ويحاكم خارج السجن. حكم بعد 3 سنوات وأخذ إلى المحاكمة من غير محامي ومن غير أي حق من حقوقه، أخذ إلى المحاكمة، وقف أمام القاضي، سرد القاضي التهم. بعد سرد التهم حتى بعد سرد التهم حكم القاضي على والدي، قال بالنص، قال أنتم تباع الشيطين. قال والدي لو الشيطان يحكم، لو الشيطان ينصر المسلمين اتبعت الشيطان. فزاد القاضي 5 سنوات، حاكم 5 سنوات، وبعد ما قال والدي ذلك زاد عليه 10 سنوات. هل هكذا بها يعني على كلمات أثناء الجدال بينه وبين القاضي؟ أي نعم. هذا الكلام عبد الله، يعني هل كان هناك طرف من عائلة من العائلة يعني حضر تلك الجلسة؟ لا، كان شو اسمه، كان يوجد أصحاب والدي في التهمة، يعني من يعني من حكموا بنفس القضية. كم كان عددهم؟ خرجوا طبعا الأغلب، خرجوا من حكم 7 سنوات ومن حكم بغيرها خرجوا، ونقلعنا. وأيضا الكلام هذا من والدي شخصيا، أكده لي والدي. طب أنت يعني والدك تمكنت من زيارته؟ إيه نعم، زرناه، لكن الآن هو ممتنع عن الزيارة، مضرب عن الزيارة. هل أغلق الاستئناف نهائيا عبد الله؟ لا يمكن. اي نعم، أغلق الاستئناف كان مدته 1 شهر كامل. يستطيع وقتها ان يطلب محامي، يطعن بالحكم، يعترض، فعزل في زنزانة انفرادية. هل هناك اي تواصل مع منظمات حقوقية حول تلك الشكاوى التي تتحدث عنها، عن وجود تعذيب لوالدك داخل السجن؟ تواصلنا مع حقوق الإنسان وكلمناهم قبل فترة. فللأسف قال المسؤول عن حقوق الإنسان، قال الراشد سجنه خير للأمة. عبد الله، هل هناك حالات يعني مشابهة لحالة والدك من خلال ما سمعته من والدك؟ كثيرة متواجدة على اليوتيوب أيضا، إذا فتحت على الأخ صالح المهوس، وكثير من الأخوة خرج من السجن بعد ما كثير من الأخوة دخل إلى السجن معافى وخرج مسلول، ومنهم من قتل في السجن، ومثل الأخ الرزني، خالد الرزني قتل في السجن، مثل كثير من الأخوة قتلوا في السجن، ومنهم من دخل معافى وخرج مسلول، وأيضا من الأخوة من عاد من أفغانستان مكسور القدمين واليدين، قالوا له تعال ما راح تدخل السجن. عندما أتى أدخل إلى السجن، فكيف لي أن لا أخاف على والدي؟ أنا أخاف أن والدي يخرج يا مشلول أو يخرج ميت إلى القبر مباشرة. هل يسمح لوالدك بزيارة الطبيب لمعاينته إذا كان لديه شكاوى طبية صحية؟ إيه يسمح، إذا كانت الحالة طبعا زيارة الطبيب من شخص إلى شخص تختلف. عن والدك، هل لديه شكاوى؟ هل لديه شكاوى طبية الآن ملحة؟ الحمد لله، والدي ما فيها مرض، الحمد لله، يعني لا يحتاج الأطباء بشكل مستمر. طيب شكرا جزيلا لك، نجل الداعية السعودي المعتقل خالد الراشد. عبد الله الراشد كنت معي عبر الهاتف من الدمام. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم، وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم، لا تنسى الاشتراك في القناة
دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.